أهلا بيكم في برنامج كيمتولوجي، معاكم محمد محي. ليه المصريين الحاليين مختلفين كتير عن أجدادهم القدماء؟ ليه مثلا ما بنتكلمش لغة المصريين القدماء دلوقتي؟ إزاي انتهت حضارة مصر القديمة؟ علشان نقدر نجاوب الأسئلة دي هنحتاج نعرف شوية حاجات. الأول خلونا نبسطها سوا. لو بدأنا نحسب الاختلافات بيننا وبين القدماء، فأول اختلاف هو إننا بنسمي بلدنا مصر. مصر هي الكلمة اللي المصريين القدماء ما سموش بلدهم بيها. المصري القديم كان بيسمي بلاده أسماء كتير. كان أكتر اسم بيحبه وبيسمي مصر بيه هو كيمت، وهو اسم معناه الأرض السوداء، الأرض السوداء المحملة بالخير. شعب كيمت القديم كانوا بيطلقوا على نفسهم رمث إن كيمت، ومعناها ناس كيمت. كذلك سموا نفسهم كيمتيو، دي كلمة معناها الكيمتيين. الكيمتيين كان ليهم لغة خاصة بيهم برضو، ليها أكتر من اسم. أولهم ميدو نتر، ودي معناها كلام الإله. را إن كيمت، ومعناها كلام كيمت أو لسان كيمت. ميدت رمث إن كيمت، ومعناها كلام ناس كيمت. اللغة دي كانت بتكتب بثلاث طرق مختلفة، زي ما احنا بنكتب العربية دلوقتي بخطوط مختلفة زي الرقعة والنسخ وغيرهم من الخطوط اللي ما ينفعش نقول عليهم لغات، هي خطوط كتابية. الخط الأول كان الهيروغليفي، وكلمة هيروغليفي دي تسمية يونانية أصلها هيروس جلوفوس، ومعناها الكتابة المقدسة، علشان اليونانيين كانوا شايفين ان الخط ده بيستخدم كتير جدا على جدران المعابد. الخط التاني كان الهيراطيقي، وهو ايضا مسمى يوناني معناه الخط الكهنوتي، لان الاغريق شافوا ان الكهنة استخدموه في كتير من البرديات. اما الخط التالت فكان الديموطيقي، معناه الخط الشعبي. الاغريق سموه ديموطيقي لانهم اعتقدوا ان الخط الشعبي لكيمت، ولكنه كان خط يستعمل في كتابات الحياة اليومية. طرق الكتابة والخطوط دي كان الغرض منها تبسيط الكتابة وسهولة استخدامها، وكان بيتم استعمال جميع الخطوط في أغراض مختلفة. أما آخر خطوط اللغة الكمتية القديمة فكان الخط القبطي. الخط ده ليه قصة خاصة بيه بدأت مع نهاية صفحات كتاب الحضارة الكمتية القديمة. الكمتيين القدماء كانت قواعد دينهم وتقاليدهم ما بتقبلش إن كمت يحكمها شخص أجنبي، وحتى لو ده حصل الكمتيين ما كانوش بيحترموا الحاكم الأجنبي ده. كل ده اتغير مع دخول الإسكندر الأكبر إلى كيمت، إنها كانت أول مرة يقبل الكمتيين بحاكم أجنبي لكيمت وهم راضيين عنه. السبب في كده إن الإسكندر استغل تدين الكمتيين الشديد وتعلقهم بدينهم وهويتهم. الإسكندر أعلن اعتناقه للديانة الكمتية القديمة، لأنه راح أبعد من كده. راح في رحلة إلى معبد اسمه معبد الوحي في سيوة. هناك عمل الإسكندر تلقيه الوحي بأنه ابن الآمون سيد آلهة كيمت. بعد وفاة الإسكندر الأكبر دخلت كيمت في فترة بنسميها العصور البطلمية، ظهر فيها انتشار الثقافة الإغريقية بل ومحاولة تعميم اللغة اليونانية في كيمت. إلا أن المحاولة دي ما نجحتش، لأن الكيمتيين ابتكروا خط كتابة جديد للغتهم، كتبوا لغتهم بحروف يونانية وزودوا عليها 7 علامات من الخط الديموطيقي. ظهور الخط القبطي أصبحت لغة كيمت القديمة اللي هي الميدونيتر بتكتب بأربع طرق مختلفة. انتهت الفترة البطلمية في كيمت مع موت آخر ملوك البطلمة وهي الملكة كليوباترا 7، دخول مصر تحت وطء الاحتلال الروماني. وقت احتلال الرومان كان فترة فيها تغير عنيف في المجتمع الكمتي. أكبره تأثيرا هو تفشي الأمية بين الكمتيين. الأمية بلغت نسبة مرعبة جدا، يمكن عدت 80%. وتدريجيا بدأ الكمتيين ينسوا طرق الكتابة القديمة دي، الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية. كمان مع انتشار المسيحية في أرجاء الإمبراطورية الرومانية بدأ التضييق على أتباع الديانة الكمتية القديمة. حصل اضطهاد لكهنتها، إغلاق للمعابد تحت دعوة محاربة الوثنية.
كان آخر معقل للديانة الكمتية القديمة هو معبد فيلة. المعبد ده اتقفل وتم اعتقاله وقتل كهنته باعتباره معقل للوثنية في العصور البيزنطية، وغالبا مع إغلاق المعبد ده كانت بداية نهاية لسان كيمت، وانطفى نور ديانتها اللي كانت عبرت المتوسط ووصلت للعالمية. أيجوبتس هو الاسم الإغريقي للإغريق عرفوا بيه كيمت طبقا لثقافتهم وموروثتهم. زي ما الإغريق دخلوا باسم جديد لكيمت، العرب دخلوا هما كمان باسم جديد يعبر عن ثقافتهم وهو مصر. مع دخول العرب المسلمين إلى أيجوبتس اللي هي كيمت، بدأ اتجاه جديد يظهر متمثل في الثقافة الآسيوية العربية الأجنبية عن كيمت. ظهر كمان لغة جديدة وهي العربية، هي اللغة المقترنة بالدين الإسلامي. مع مرور الزمن ابتدى حتى استخدام الخط القبطي إلا تدريجيا مع التقدم الواضح للغة العربية كلغة شبه رسمية لكيمت. ومع تعريب الدواوين انحصر استخدام منطوق اللغة الكمتية القديمة بخطها القبطي في كنائس مصر. الاختلاف ما بين دخول المسيحية إلى كيمت ودخول الإسلام إليها كان هو إن الكمتيين اتعاملوا مع الدين المسيحي بلغتهم بخطها القبطي، أما انتشار الإسلام فكان ليه وضع آخر لأنه اقترن بانتشار اللغة والثقافة والمفاهيم العربية. مع تغيير اللغة إلى العربية رسميا فقدت كيمت أهم مقاوماتها وهو لغتها، وبقت كلمة قبطي مقترنة بكلمة مسيحي، كلمة مسلم بقت مقترنة بكلمة عربي. في مغالطة تاريخية واضحة فصلت أبناء الشعب الواحد وصنفتهم حسب دينهم لهويات مختلفة، مع إن الأصل إن كلهم أقباط، كلهم كمتيين، كلهم مصريين. أشوفكم في الحلقة الجاية.